حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الحوثيون يناقشون معركة حجور في بيت الثقافة بصنعاء. أمن ميناء المعلا يضبط مهربين العملات النقدية عمرها أكثر من 300 عام. بطل كاراتيه في أوكرانيا يقول: متى تنتهي الحرب وأعود للعب في الشيخ عثمان. أهلا بكم، والبداية من موقع قناة بلقيس والذي تابع أبرز الملفات العالقة منذ سنوات وحول المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي. عنوان الموقع: مصير محمد قحطان و16 ألف أسير ومختطف رهن للتسريبات والاتفاقات الغامضة. وقال تقرير بلقيس إن ملف الأسرى لم يبارح مكانه ولم يغادر مربع الاجتماعات التي تصطدم كل مرة بحجر تنصل الحوثيين عن الاتفاقات. اجتماع جديد في العاصمة الأردنية عمان للوصول إلى القوائم النهائية للأسرى، وهي الخطوة التي عرقلها الحوثيون كثيرا وأخروا تقدم الملف برفضهم الإفصاح عن مصير 232 أسيرا من قوائم الحكومة. بالتزامن مع ذلك، لأول مرة يكشف عن مصير السياسي المختطف لدى الحوثيين محمد قحطان في مذكرة مسربة لوكيل نيابة الحوثيين موجهة إلى وكيل جهاز الأمن السياسي بالإفراج عن قحطان وفقا لتوجيه رئيس النيابة. أرقام متزايدة للأسرى في سجون الحوثيين من المدنيين وتجاهل أممي ودولي وعجز للشرعية التي تماهت مع تجزئة القضية اليمنية المحورية وقبلت بمبادلة أسرى الحرب بمدنيين وضاعت في جزيئات القضية وهوامشها بعيدا عن القضية الأساسية. تحرض ميليشيا الحوثي اليمنيين على بعضهم، تصنع بينهم الأحقاد وتحمل قلوبهم بالضغائن حتى يقتنعوا بضرورة محاربة بعضهم. ففي صنعاء هذه الأيام، وفقا لموقع يمن مونيتور، الحوثيون يحشدون القبائل من صنعاء للقتال في حجور. يقول الموقع إن الحوثيين يستعدون لحشد مقاتلين من القبائل إلى بلدة كشر بمحافظة حجة بعد رفض سكان البلدة وجود الجماعة المسلحة. وتفرض جماعة الحوثي حصارا على منطقة حجور في بلدة كشر وسط اشتباكات مع رجال القبائل الرافضين لوجود الحوثيين. وفي صنعاء عقد اجتماع للقبائل الموالية للحوثيين، ودعا أحد أبرز القيادات القبلية الموالية للحوثيين عدد من القبائل لتحشيد المقاتلين إلى كشر. وقالت مصادر حاضرة الاجتماع ليمن مونيتور إن الاجتماع تم في بيت الثقافة بصنعاء لمناقشة تداعيات الانكسارات المتلاحقة للجماعة في عدد من المناطق. وتشهد مديرية كشر وخاصة قرى منطقة حجور منذ منتصف يناير الماضي مواجهات بين أبناء القبائل وجماعة الحوثي المسلحة التي تسعى للسيطرة على المنطقة الاستراتيجية وسط مقاومة عنيفة من رجال القبائل. منذ أن خرج إلى الساحات واليمني يبحث عن أمر واحد وفق توصيف السياسي عدنان العديني، والذي تحدث عن إرادة اليمنيين منذ الخروج الكبير حتى الآن، وأضاف في مقال تنشره بلقيس: كانت الجمهورية على وشك المغيب في ظلام التوريث من جديد بعد 5 عقود من الشروق غير المكتمل. خرجت الجماهير الكثيرة تقول كلاما كثيرا، وفي حقيقتها تريد أن تعيش أوضاعا أفضل سبق ووعدت بها حين هتفت لحكم الشعب. كانت تهرب من ماض بائس ولا تريد العودة إليه، ورغم كل الضجيج الذي ملأ الفضاء، إلا أن تعلق الشعب بأستار الجمهورية سببه الخشية من عودة الإمامة مصدر الآثام السياسية وطاعونها العضال. وبما أن المعركة قد انتهت إلى مواجهة مباشرة مع الحوثي نسخة الإمامة الجديدة، فإن على كل قوى الشعب أن تتوحد لحماية إرث الحرية، لتتوحد الجهود وننسى الثارات وصراعات الأمس، ولننشغل بهذا الخصم الذي أهلك الدولة وقتل الإنسان وجعل منا شعبا منبوذا وغير مرحب به ومحل ريبة العالم. كل المعارك التي تجري بين المتضررين من الإمامة لا تخدم مهمة استعادة الكرامة المهدورة والاستقرار والأمن، ولا تمهد لبناء دولة تعمل على تنظيف صورة شعب عريق وسمعته التي لوثتها جماعة هي حاصل تجميع أوهام العبودية قفزت للواجهة وبكل صفاقة قالت للعالم: أنا اليمن. علينا أن نقول للعالم أن اليمن ليس تجمع عبيد يبحث عن جلاد،
بل شعب حر يبحث عن الرفاه والعدالة وسلطة القانون، وهذا مرهون بتماسكنا والقبول ببعضنا والاستسلام لسلطة القانون والرضا بحكم الشعب، فلا زعيم إلا هو، والحملات التي تجري بين المقهورين لا تخدم غير القاهر. أفادت مصادر تربوية بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية وجهت بإقامة فعاليات في مدارس صنعاء بمناسبة ذكرى مسرى مؤسسها حسين الحوثي في إطار حملتها المستمرة لتعطيل العملية التعليمية وإخراج المدارس عن فعالياتها. وعنوان موقع العاصمة أونلاين: ميليشيا الحوثي تنظم احتفالات بذكرى مقتل مؤسسها في مدارس صنعاء. وقالت المصادر للعاصمة أونلاين إن ميليشيات الحوثي أقامت احتفالا بالمناسبة في مدرسة الحديثة بمنطقة الجراف بصنعاء بحضور عدد من قيادات الجماعة الانقلابية. وأضافت المصادر بأن عناصر الميليشيا المسلحة قامت بنشر صور مؤسس جماعة الحوثي وأجبرت الحاضرين على ترديد شعارات الجماعة. يتابع الموقع: تشهد مدارس صنعاء إضرابا شاملا للمدرسين للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة برواتبهم ومستحقاتهم المالية التي نهبتها ميليشيا الحوثي لأكثر من 3 سنوات. عملات معدنية ظلت في اليمن منذ أكثر من 300 عام وتعتبر من الآثار الهامة، لكن وبعد كل هذا الزمن هناك من يريد إخراجها خفية والمتاجرة بموروثات وطنه. ووفقا لصحيفة الأيام، أمن ميناء المعلى يضبط مهربين لعملات نقدية قديمة، حيث ألقت قوات أمن ميناء المعلى القبض على عصابة تهريب تضم 3 نساء ورجل بحوزتهم كمية كبيرة من العملة النقدية الفرنسية القديمة كانوا يحاولون تهريبها بحرا إلى دولة مجاورة. العقيد شلال الشوبجي مدير أمن ميناء المعلى قال إن العملة النقدية الفرنسية التي تم ضبطها يعود تاريخها إلى عام 1780 وتصنف من قبل الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالمخزون الأثري الممنوع إخراجه من البلاد. وأوضح الشوبجي أن المتهمين أخفوا العملة الأثرية داخل أحذية وملابس وغلفوا جزءا منها بالشوكولا، مؤكدا أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها ضبط أشخاص يحاولون تهريب مواد أثرية متنوعة بينها عملات نقدية إلى الخارج عبر ميناء المعلى. سلاح أمريكا المتطور في أيدي الجهاديين، أين المفاجأة؟ تحت هذا العنوان كتبت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها مضيفة: ما خلا بعض المعلومات التفصيلية المحدودة وزيارة مواقع على الأرض في مدينة تعز اليمنية لا جديد غير معروف سابقا في التحقيق الذي أجرته محطة CNN الأمريكية مؤخرا حول وصول أسلحة ومعدات أمريكية إلى ميليشيات مرتبطة بتنظيم القاعدة أو إلى ميليشيات حوثية تحظى بمساندة إيران. ولم يكن الأمر مستغربا بالنظر إلى أن المغامرة العسكرية السعودية الإماراتية في هذا البلد المنكوب وصلت إلى طريق مسدود عسكريا وسياسيا، الأمر الذي أباح لقيادات الرياض وأبو ظبي استخدام كل الوسائل وانتهاك جميع المحرمات في محاولات محمومة لتخفيف وطأة المأزق والخروج من النفق. لكن المفارقة الكبرى تتمثل في أن قوات عاصفة الحزم السعودية والإماراتية التي تتمركز في مساحات واسعة من اليمن شماله وجنوبه لم تتردد في تسليم تلك المعدات إلى الميليشيات الجهادية والسلفية المعروفة باسم كتائب أبو العباس، رغم أن عادل العزي مؤسس هذه الميليشيا وقائدها مسجل على لائحة الإرهاب المعتمدة رسمياً في الولايات المتحدة. صحيح أن البنتاغون أبلغ محطة CNN بوجود تحقيق داخلي حول الأمر، إلا أن هذا الإجراء يصعب أن ينتهي إلى مستوى المحاسبة ما دام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض أي وكل حماقة يمكن أن تمس مئات المليارات من عقود مبيعات الأسلحة إلى الرياض وأبو ظبي. مفارقة أخرى تدعو إلى السخرية هي أن إدارة ترامب لا تكف عن رص الصفوف وحشد الجهود لمحاصرة ما تسميه الخطر الإيراني على المنطقة، وخاصة في ميادين الصناعات العسكرية والسلاح النووي، ولكنها في الآن ذاته توفر للخبراء الإيرانيين الكثير من الفرص الذهبية للاطلاع على أسرار التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.
يوم السبت الفائت كان رامي الغالبي وهو طفل لأب يمني وأم أوكرانية يحصد المركز الرابع في مسابقة للكاراتيه أقيمت في مدينة مينسك عاصمة جمهورية بيلاروسيا بين منتخبين للأشبال، ويعنون موقع دبريفر البطل رامي من أوكرانيا. متى تنتهي الحرب في اليمن وأشوف عدن وألعب في الشيخ عثمان؟ بدا الأمر رائعا بالنسبة لأسرته ولكثير من اليمنيين الذين يعيشون في أوكرانيا، فقد كانت هذه أول مشاركة خارجية لرامي الغالبي ضمن منتخب كييف للكاراتيه. قال رامي للوكالة: أهدي هذا النصر الرياضي لكل أطفال اليمن المحرومين من ممارسة الرياضة في سلم وأمان. بدا رامي الغالبي وكأنه يعلم أن أطفال اليمن ممن هم في سنه محرومون من ممارسة الرياضة، فقد توقفت المسابقات الرياضية الرسمية في عموم اليمن بعد أن استولى الحوثيون بالقوة على السلطة في 21 من سبتمبر عام 2014. يهوى رامي الغالبي المولود في كييف عام 2007 ممارسة لعبة كرة القدم إلى جانب لعبة الكاراتيه، ويريد زيارة اليمن وعدن تحديدا المدينة التي يحن إليها والده بشغف. ربما يماثل الشغف الصغير الذي يبدو أنه انتقل من الأب إلى الابن على نحو تلقائي، يقول: أنا أعشق كرة القدم وتسلق الجبال، متى تنتهي الحرب في اليمن وأشوف عدن وجدتي وأفراد أسرة والدي وألعب كرة قدم في الشيخ عثمان. صحيفة لافغيس الكندية وفي الشأن اليمني وبتقرير ترجم لقناة بلقيس عنونت: كبير مراقب الأمم المتحدة الجديد يصل إلى اليمن. الجنرال الدنماركي السابق لم يدلي بأي تصريحات لدى وصوله إلى صنعاء، ومن غير المعروف متى سيبدأ مهمته رسميا في الحديدة. مايكل لوليسغارد ولد في عام 1960 وعمل مستشارا عسكريا للأمم المتحدة في نيويورك، وعمل في بعثات حفظ السلام في العراق والبوسنة. سيكون مسؤولا في اليمن عن 75 مراقبا مدنيا، وسيكون عملهم لفترة أولية مدتها 6 أشهر هو مراقبة الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر في الحديدة وميناء الصليف ورأس عيسى وضمان انسحاب المقاتلين من هذه المناطق. تسونامي من الجنرالات. تحت هذا العنوان كتب سمير عطلة مقاله في الشرق الأوسط، مضيفا في أجزاء من المقال: منذ أن جاء العسكريون إلى الحكم في بورما عام 1961 رافقهم مستشار لا يخطئ في الأحكام الأبراج، والديكتاتور لوني وين الذي بقي في الحكم حتى عام 1988 كان يتفاءل بأرقام ويتشاءم بأخرى. ومن أجل إنعاشه الاقتصاد إنعاشا لا شك فيه أصدر أوراقا نقدية لا وجود لها في أي مكان آخر في العالم، واحدة تحمل الرقم 45 وأخرى تحمل الرقم 90. وفي عام 1970 أبلغه أحد قارئي الكف بأنه سوف يتعرض لعملية اغتيال وأن المهاجمين سوف يأتونه من جهة اليمين. ما إن غادر المبصر حتى أصدر الجنرال وين مرسوما يقضي بتغيير حركة السير في البلاد من اليمين إلى اليسار. منع جنرالات بورما بث أو نشر أي خبر سيء، وفي جملة ما منعوه أخبار الإعصار الذي سيضرب البلد عام 2008. وهكذا فوجئ الملايين وقد تفككت بهم البيوت وأغرقتهم المياه على الطرقات وشردتهم في العراء القاتل. وبعد انتهاء الإعصار تبين للناس أنه لم يكن هناك في أي حال جسور أو طرقات كافية أو خدمات طوارئ أو بيوت مبنية من الإسمنت. لقد تأكد الجنرالات من أنه لا للشعب أن يتمتع بأي شيء من هذا، ومن ثم رفضوا وصول المساعدات الأممية، وظل بان كي مون أكثر من أسبوعين يحاول إقناع الطغمة العسكرية بإيصال المساعدات إلى الضحايا، وكان منها على سبيل المثال شحنات مياه للشرب، شبكات مانعة للبرغش والحشرات. لكن الحكومة في عطفها على الناس لم تنسى أن توجه إليهم النصائح الضرورية، ومنها الاعتماد على النفس وأكل الضفادع لكي لا يصابوا بسوء التغذية. يومها كتب أحد مسؤولي الإغاثة الدوليين أن الجنرالات قد استبدلوا بقلوبهم الثقوب. موقع دويتشه فيلي الألماني نشر تقريرا عن الرؤساء العرب وتمسكهم بالحكم حتى الوفاة، وعنون الموقع: مدى الحياة، التشبث بالكرسي ديدن معظم الرؤساء العرب. وقال الموقع: نجح الربيع العربي في إنهاء حلم كان يراود العديد من الرؤساء العرب، التوريث، إلى أن ظاهرة أخرى تعود لزمن ما قبل الربيع العربي عادت لتطل برأسها من جديد، إنها وفقا للموقع تأبيد الرئاسة. وآخر الأخبار في هذا الصدد جاءت من مصر، حيث قال رئيس مجلس النواب المصري
إن اللجنة العامة بالمجلس وافقت على تعديلات دستورية اقترحها نواب الأغلبية. التعديلات تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عاما بعد ولايته الحالية، أي إلى عام 2034. في الثاني من فبراير الجاري رشحت أحزاب التحالف الرئاسي بالجزائر عبد العزيز بوتفليقة 81 عاما للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من أبريل في خطوة تسبق على الأرجح تقديم بوتفليقة ترشيحه شخصيا، وجاء في بيان صدر بعد اجتماع قادة 4 تشكيلات سياسية إن أحزاب التحالف الرئاسي ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة تقديرا لسداد حكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الهامة التي حققها للجزائر تحت قيادته الرشيدة واستكمالا لبرنامج الإصلاحات التي بدأها. في معرض متنقل جديد في متحف يوتا للفنون الجميلة في مدينة سولت لايك عاصمة ولاية يوتا الأمريكية سيتم الاحتفال بأهمية خط سكة الحديد العابر للقارة الذي تم الانتهاء منه في عام 1869. وفي المعرض سلسلة من الصور التي توثق بنائه الشاق حتى اكتماله، وقد نشرت الجارديان مجموعة من تلك الصور. نشاهد. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.